تبص فيه على السيستماتيك ريفيوز. طب ايه هو المكان اللي بقى؟ انت قلت لنا عن مكان في الجايد لاينز، تقدر تقول لنا عن مكان في السيستماتيك ريفيوز؟ يس. كوكرين داتا بيز اوف سيستماتيك ريفيوز. الكوكرين داتا بيز اوف سيستماتيك ريفيوز is the most well trusted in systematic reviews of clinical trials. Systematic reviews of treatment اللي هي about treatment options. خد بالكم من النقطة، رجعتوا للأول. فاضل حاجتين. اوكي، اوكي، أنا ما بتكلمش النهاردة على الإيفيدنس اللي ريليتد للدايجنوسيس أوف كونديشن، يعني أستخدم السونار ولا ما أستخدموش في الأبندسايتس، أنا ما بتكلمش عندنا النهاردة خالص. أنا بتكلم على evidence related to treatment. فأحسن مكان تدور فيه على systematic review for treatment الكوكرين library. طب هي الكوكرين دي أكاديمية for free؟ yes. نشكر مين؟ نشكر ربنا، ثم نشكر أكاديمية البحث العلمي، لأن هم they have subscribed for a national wide access for free to the Cochrane library. national wide باللابتوب بتاعك في أي مكان في مصر تدخل على الكوكرين لايبراري فور فري، تقرا اي سيستماتيك ريفيو عن اي ديزيز انتعش. اوكي، اتفقنا؟ سو ثانك يو، لازم ندي ثانك ايه لمنفعش. اوكي، اتفقنا عن كده؟ يبقى I will go to search about systematic reviews في الكوكرين لايبراري. عملوها ازاي؟ نفس القصه. واحد، حطوا السؤال. اثنين، دوروا صح على الاجابه. لما لقوا الاجابه عملوا لها وبعدين عملوا summary and recommendations. And because we have only 5 minutes, I will go into the summary and recommendations بيقدموهم ازاي. لو في اي نوتس على الستادي
الالوكيشن كونسيلمنت، الالوكيشن كونسيلمنت ده نقطه رئيسيه. هل الباحثين طول فتره البحث ما كانش لهم اي سيطره على انهم يدخلوا العيان في one of the arms ويخرجوه من one of the arms؟ If this allocation concealment is correct, then it is A. If this allocation concealment is not correct, then it is B. أو بيكتبوا unknown لو هما مش عارف الـ allocation concealment. Again, evidence-based medicine will not be known in 1 hour. We just get an idea about the steps taken in evidence-based medicine. يبقى أول طريقة بيحطوها في systematic review الـ comparison tables بتاعة الـ individual studies اللي هما وافقوا على إنها دول. لكن الطريقة الثانية أهم، بص بقى اللي دي أسهل لك قارئ الطريقة الثانية اللي هي الفورست بلوت. الفورست بلوت ده عبارة عن رسمة واحدة بتحط لك الدراسات كلها وبتجيب لك الإفكت بتاع التريتمنت على هيئة مربعات. شايفين المربعات السوداء؟ ناحية مكتوب فيها التريتمنت بيرل، بصوا أنتيبيوتيك بيرل تحت آخر حاجة، واحدة ثانية مكتوب فيها بلاسيبو بيرل. لما تبص على المربعات السوداء كده تقدر تقول لي من جد اوكي. بص بقى حضرتك على الدايموند الاسود اللي في الاخر. الدايموند الاسود اللي في الاخر ده يمثل تجميع الدراسات كلها مع بعض، واضح ان هو فين؟ انتي بايوتيك بيرل. يبقى دي اللي بيسموها بيكتشر وورث 1000 ووردز. بمجرد ما ابص على البيكتشر دي اقدر على طول اقول انه الانتي بايوتكس ار بيتر فور ذا مانجمنت اوف اكيوت اوتايتس ميديا ذان بلاسيبو. صح ولا ما اقدرش اقول كده؟ اقدر اقول كده بس صوره. وبالتالي لما حضرتك تبتدي تخش على الكوكرين لايبرري في التخصصات بتاعتك المختلفه واسئلتك الكتيره هتلاقي جزء من اسئلتك اجابته موجوده. طب انا لسه Day one في systematic reviews أبص على إيه؟ بص على plain language summary اللي هو اللغة الإنجليزية البسيطة يفهمها حتى المريض، بس لازم المريض يكون بيعرف لغة إنجليزية. أوكي؟ بلس بص على الفورست بلوتس اللي تقدر تقول لك التريتمنت بيتر ولا البلاسيبو بيتر. وكيب ذيس أز ستيمولس فور يو إن أنت تعرف تبص وتعرف تقرا systematic reviews. وفور يو ات ستارت ابتدوا بالكوكرين لايبرري. سيستماتيك ريفيوز مكتوبه وورلد وايد في حتت كتير، لكن اللي عليها ريجورس مونيتورنج وريجورس ايفالويشن هي الكوكرين لايبرري. اوكي؟ كوكرين سي او سي اتش ار اي ان اي. ممكن تجي لك جرب واكتب الكوكرين لايبرري. جوجل is so smart. يعني انت تكتب بالعربي يقول لك اصدق بالانجليزي، وتكتب بالانجليزي يقول لك اصدق بالعربي. يعني انت ممكن الكيبورد بتاعتك تبقى على الانجلش وتكتب مثلا الامراض، فيروح هو جايب لك العربي بتاعها سكيل سمارت. اول ما يقول لك تكتب يقول لك انت اصدق بالكوكرين لايبرري يجيب لك هذا طيب قبل ما نكتب اضرار ديفرنسز. انا كواحد قررت ان انا انتجريت الافيدنس ان ماي تو داي براكتس، اروح اعمل ايه النهارده؟ اول حاجه اقرا الجايد لاينز في الامراض الرئيسيه اللي انت بتشوفها في العياده الخارجيه، اللي هو الكومن كولد، الدايريا، الاوتيتس مي، الريسبيراتوري تراكت انفكشنز، البوست فايرال ويزي، الاكيوت برونكيلايتس، النيومونيا. اقرا دول الاول. وبعدين ثبت عليهم بعد كده المشاكل الكرونيك. طيب ابتدى يجي عيانين الاسئله ما لقيناش في الجايد لاينز. مثلا انا عندي عيانين تشيكن بوكس والعيانين بيقولوا لي هو انت ممكن يا دكتور تديني علاج يخلي الولد ما يفضلش سخن والحبوب اللي في جسمه دي ما تسيبش؟ اه طبعا، اللي هو فلوفيرس سايكلوفيرس. طب هو في ايفيدنس على سايكلوفيرس؟ مش هتلاقيه في جايد لاينز، امال هتلاقيه فين؟ في سيستماتيك ريفيو. اوكي؟ يبقى لو ما لقيتش اجابتي في جايد لاين ادور عليها في سيستماتيك ريفيو. طب ما لقيتش لو جايد لاين ولا في سيستماتيك ريفيو، لقيت حاجه زي تيديوباتيك ثرومبوسايتوبينيك فيبرا وماسيف بليدنج حاجه غير سيستماتيك ريفيو بقى، ابتدي ادور فين؟ ادور في الانديفيدوال راندومايز كنترول كلينيكال ترايلز. بس تبقى عارف ساعتها بقى ان انت لازم تكون
مسلح بقدرتك على التقييد، لانه كل ما الداتا بيس بقت مفتوحه كل ما اللي مكتوب فيها مش كله ينفع تاخده. فانت قدرتك على التقييد لما تبتدي تقرا الانديفيدوال ستادي لازم تشمل هل الستادي دي راندومايز واي از راندومايز، وبعدين هل الراندومايزيشن كانت كونسيلد ولا الانفستيجيتورز كانوا يقدروا يالوكيت زي ما هم عايزين، وبعدين التريتمنت ده كان بلايند تريتمنت ولا ما كانش بلايند تريتمنت، وبعدين الفولو اب بتاع الكيسز دي كان كومبليت ولا مش كومبليت، وايه نوع الاناليسيس اللي مستخدم. This is how to look at individual trials. You will find the presentation guides on how to use this. طيب بعدين حتى احمد انت بيوقف ولا مش هتجيله ريزولوشن اوف ذا سيناريو. It's up to you. لو احمد مامته very highly educated وشي نو ان هو بيتعب لما بياخد انتبيوتكس وكان ريسنتلي لسه واحد وتقدر